اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، والبدايه بالعناوين. الحياه في حقل الغام، مليون لغم ارضي و30 مليون عبوه متفجره تتربص باليمنيين. السيول في تعز دمرت 12 منزلا يسكنها مهمشون. ومن اخبارنا المنوعه، رسام اعمى يعتمد على اللمس والذاكره لرسم لوحاته. في اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام الذي صادف الرابع من إبريل الجاري، قتل رجلان وامرأة بانفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون في مديرية التحيتة جنوب مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن. ويعنون موقع المصدر أونلاين: الحياة في حقل ألغام، مليون لغم أرضي وثلاثون مليون عبوة متفجرة تتربص باليمنيين. ونقل الموقع عن مصادر محلية أن اللغم انفجر أثناء مرور دراجة نارية كانت تقل رجلين وامرأة على إحدى الطرق الفرعية بمنطقة تابعة لمديرية التحيتة، وأن الانفجار أدى إلى مقتلهم على الفور. وأشارت المصادر إلى أن مزارع وطرقات ومرافق المنطقة مزروعة بالألغام التي نشرتها ميليشية الحوثي بكثافة قبل إجبارها على الانسحاب من المنطقة. مشروع بيانات النزاع والحدث المسلح أكد نهاية مارس الماضي أن البيانات بين يناير ومايو من العام الماضي تفيد بأن الألغام المزروعة من قبل الحوثيين قتلت 3 مدنيين في المتوسط شهريا بمديريات محافظة الحديدة. وزرعت جماعة المتمردين الحوثيين عشرات الآلاف من الألغام في مختلف أنحاء البلاد، وحولت اليمن إلى أكبر دولة فيها حقل ألغام على مستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ويقدر مركز سام المتخصص بإزالة الألغام عدد الألغام التي زرعها الحوثيون خلال 4 أعوام بنحو مليون لغم بري وبحري. أي عالم عربي تريده عواصم القرار الدولي؟ تحت هذا العنوان كتب إياد أبو شقرة مقاله المنشور في الشرق الأوسط، مضيفا في جزء منه: المفترض بالمشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن يعرفوا ما فيه الكفاية عن خلفيات الأزمة الحالية في اليمن، ويفهموا مختلف أبعادها السياسية والعسكرية والطائفية والإثنية. إنهم بفضل ما تتوافر لهم من تقارير ومعطيات وأرقام، ناهيك عن بيانات صادرة من قيادات الحرس الثوري الإيراني نفسه، يعلمون أن السماح ببقاء الحالة الحوثية الشاذة يعني ترك مسمار جحا إيراني في جنوب شبه الجزيرة العربية عند مضيق باب المندب. أما كون خطوة الكونغرس الأمريكي غير مفاجئة في التصويت لصالح وقف واشنطن الدعم العسكري لقوات التحالف في اليمن، فلأنها غير معزولة عن المواقف الرمادية المتذبذبة للأمم المتحدة وقواها الكبرى. ومنطق الأمور يقول إنه لو كانت هناك مواقف جدية في العواصم الكبرى لكانت انعكست في التحركات والمبادرات الأممية، لكن للأسف ليس هذا ما تعكسه ممارسات الوسيط مارتن جريفيث على الأرض. خلاصة القول إن المنطقة العربية ككل تمر بظروف استثنائية معقدة، وستشكل للعالم خلال عقدين على أكثر تقدير تحديات كبرى تواجه المنطقة أزمات صعبة كالانفجار السكاني والتصحر والتلوث البيئي والتراجع الاقتصادي والتعليمي، وكلها تغذي نزعات الإحباط واليأس والتطرف. ثم بجانب الأزمات الداخلية هذه تتناهش منطقتنا المأزومة أطماع إقليمية ودولية تتناقض أحيانا وتتقاطع أحيانا أخرى. ومع هذا لا يبدو أن أسلوب التعامل الدولي بلغ المستوى المطلوب من الجدية والشعور بالمسؤولية. كثيرون من جيل الشباب في العالم العربي ما عادوا يثقون بالمجتمع الدولي أو الشرعية الدولية، وهذا أمر مؤسف، لكنه أمر مفهوم في ظل السياسات الدولية اللامفهومة واللامسؤولة تجاههم. تهمش الأحزاب السياسية اليمنية قطاع المرأة، وغالبا ما يتم الاكتفاء بعدد قليل من المنتسبات إليه، لكن الحزب الاشتراكي يريد دائما أن يكون خلافا لكل ذلك. ووفقا لصحيفة الأيام، اشتراكي عدن يكرم 107 من مناضلات الحزب،
وقالت الصحيفة أن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في مدينة عدن كرمت 107 نساء من مناضلات وناشطات الحزب الاشتراكي عرفانا بأدوارهن الوطنية والنضالية في مختلف المراحل والمنعطفات التاريخية. وقال هادي بحشوان القائم بأعمال السكرتير الأول للمنظمة إن التكريم يأتي وفاء للمرأة الاشتراكية وإسهاماتها النضالية في ثورة 14 من أكتوبر ونضالاتها ضد الاستعمار الأجنبي ومن سيرتها الكفاحية والريادية خلال بناء الدولة بعد الاستقلال. من جانبها قالت نجوم أحمد صالح عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أنه لا يمكن تجاوز أو نسيان الأدوار والإسهامات الوطنية التي قدمتها المرأة الاشتراكية وما زالت منذ نشأة الحزب الاشتراكي وحتى اللحظة. يدخل إضراب عمال النظافة عن العمل في مدينة تعز يومه الثالث وسط تظاهرات يومية لعشرات العمال يقومون بها إلى أمام مبنى المحافظة رافعين الشعارات التي تنادي بصرف مستحقاتهم ورواتبهم المنقطعة منذ 3 أشهر، ويعنون موقع المشاهد نت. إضراب أصحاب الستر البرتقالية في تعز يهدد بكارثة بيئية، ولأن الاهتمام في تعز يركز على المظاهرات ذات الطابع السياسي فغالبا تهمش المظاهرات المطلبية. وقال الموقع أن العمال خرجوا في مظاهرة جابت شارع جمال وسط تأكيدات بأنهم سيستمرون في الإضراب والتظاهر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. وفي حديث إلى المشاهد أكد محتجون أن قرارهم بالإضراب جاء بعد صبر طويل ووعود بصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المتوقفة منذ 3 أشهر. واتهم أحد العمال في حديثه للمشاهد نت السلطة المحلية والمحافظة بشكل عام بالتقصير والتساهل وعدم الاهتمام بقطاع النظافة وبالعمال الذين يعملون دون وجود أي إمكانيات أو موازنات خاصة. نحتاج أن نرتقي في اختلافاتنا، لسنا أعداء بل شركاء، والشراكة تضبطها قيم ومبادئ وعقد اجتماعي دستور وتستقيم بالديمقراطية. هكذا بدأ أحمد ناصر مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور مضيفا: نختلف معا والاختلاف ثراء وتنوع جميل إذا انضبط بالقيم والمبادئ الديمقراطية. تهتز هذه الشراكة إذا فقدنا هذا الانضباط. اليوم نسمع عن الديمقراطية وتأييدها في الخطابات والشعارات والبيانات والأثير، وفي نفس الوقت تنتهك سلوكا وثقافة على الأرض. انتهاكات تجد في المقابل تخاذلا من قبل النخب في التصدي لها، تجعلنا نعيد الثقة في كثير ممن نعول عليهم بالمستقبل. مستقبل لا عودة للخلف، النظر للأمام تاركين خلفنا الماضي ومآسيه وتعصباته وسرعاته السلبية المدمرة، تغيير لواقع أفضل، متجاوزين أحقادنا وضغائننا وكل ما يدمر نسيجنا من كره وعنصرية، ونستعيد إنجازات الهامش الديمقراطي ونطوره ونعيد ترميم أدواته السياسية بما يلبي تطلعاتنا. واقع اليوم ينم عن شعور أن للبعض مستقبلا آخر لا علاقة له بمستقبلنا، مستقبل تصفية الحسابات والانتقام، بالعودة كثيرا للخلف والحلم بالماضي أكثر من المستقبل. لن نرتقي كأمة ما لم نرتقي ديمقراطيا ونرسخ القيم الديمقراطية فينا كثقافة وسلوك واختيار لا رجعة عنه، وأي شرعية شعبية لا تستقيم دون ديمقراطية. البديل للديمقراطية هو العنف لفرض أمر واقعا على الآخرين وشرعية الغلبة الذي فيها الآخر مكسور الإرادة والسيادة، وبالتالي أصحاب هذه الشرعية لا يختلفون عن الطغاة والمستبدين في ممارساتهم وانتهاكاتهم، وهذا ما يحدث اليوم في بلدي. ميليشيا في الشمال والجنوب تنتهك كرامة وآدمية الإنسان، تقتل وتغتصب وتبسط وتسطو، تضيق ذرعا بالرأي الآخر، تغيب الحقائق باستهداف الصحفيين وتصفيتهم جسديا. والأسف أن نجد مواقف مخيبة للأمال في تبرير هذه الانتهاكات أو الصمت المعيب تجاهها، في تجاوز معيب للديمقراطية كقيم ومبادئ. وما كانوا ينهون عنه اليوم يمارسونه واقعا في عار عظيم عليهم وعلى قضيتنا العادلة، يشكلون خطرا على المستقبل. اهتم موقع قناة بلقيس الإخباري بمحاولات إنقاذ القطاع الصحي الذي يواجه تحديات كبيرة بعودة معظم الأمراض من عهود غابرة. وعنوان الموقع: صرف مرتبات 33,000 موظف بقطاع الصحة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث قالت وزارة المالية أنها صرفت مرتبات نحو 33,000 موظف في قطاع الصحة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. وضح نائب الوزير سالم بن بريك أن صرف المرتبات يأتي تجسيدا لمسؤولية الحكومة الشرعية بوصفها حكومة لكل اليمنيين رغم تعنت ميليشيا الحوثي
واستمرارها في رفض توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وكانت وزارة المالية قد بدأت منذ مطلع العام الجاري صرف مرتبات موظفي الحديدة وكذا المئات من أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات عبر مصرف الكريمي في مناطق سيطرة الحوثيين. ناشد ناشطون في محافظة تعز السلطات المحلية كما نقلت العرب الجديد بالعمل على رفع معاناة المتضررين الذين تسببت السيول في تدمير منازلهم. الناشط أنور الصبري وهو من سكان تعز قال للعرب الجديد أن الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الخميس الماضي دمرت 12 منزلا من الصفيح تابعة لفئة المهمشين في حي ديلوكس بالقرب من جولة العواضي وسط المدينة. وأضاف أنور أن النفايات التي جرفتها السيول تسببت في انسداد عبارات تصريف مياه الأمطار ما أدى إلى تدمير منازل المهمشين المحاذية لها، والأسر المهمشة التي دمرت منازلها تعيش ظروفا صعبة في العراد دون تدخل أي جهة لإغاثتهم. المواطن خليل عبد الله من سكان تعز قال أيضا للعرب الجديد أن سكان المدينة ينتظرون هطول الأمطار بفارغ الصبر جراء شح المياه في المدينة، لكن انسداد مجاري السيول عكر فرحتهم بعد أن تسببت في ارتفاع منسوب المياه وتدمير بعض المنازل. هطول الأمطار الغزيرة في محافظة تعز تزامن مع إضراب عمال النظافة جراء عدم صرف مرتباتهم ما أدى إلى تراكم النفايات في شوارع المدينة في ظل تفشي مرض الكوليرا في المحافظة. سؤال لا بد أن يطرح نفسه عن ما إذا كانت بريطانيا ما زالت أحد أطراف النظام الدولي الكبير، هكذا يتساءل محمد بدر في مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية. كل الإمبراطوريات انتهت بحروب هزمت فيها أو انهارت من الداخل ما عدا بريطانيا التي كانت ربما أكبر الإمبراطوريات في التاريخ وانتصرت في آخر الحروب الكبرى أي العالمية الثانية، صحيح ضمن جبهة واسعة ولكنها لم تنهر ثم بدأت في التراجع التدريجي خاصة بعد حرب السويس حتى تقلصت كل المستعمرات تقريبا إلى جيوب صغيرة للغاية، ولم تكن في خلال سنوات الإمبراطورية الأخيرة الأغنى اقتصاديا، ولكنها عبرت معاناة الحرب العالمية الثانية وفقد المستعمرات وكانت معظم الوقت ضمن الاقتصاديات العشر الأولى في العالم وما زالت كذلك، وفي معظم الوقت كانت الأكثر تأثيرا في شريك الأمريكي والحليف الأول في معركة كسب الحرب الباردة. كل هذا صحيح، ولكن العبقرية البريطانية التي يجب الاعتراف بها على رغم شيطانيتها ودورها البغيض والمستمر في معاناة منطقتنا بشكل خاص، إحدى سماتها الرئيسة فكرة التدرج، تدرجت في بناء أعرق الديمقراطيات وأكثرها استقراراً من دون ثورات، وتدرجت في التوسع الاستعماري، ثم تدرجت في خسارة المستعمرات وتراجع المكانة الدولية منذ حرب السويس 1956، ولكنها لم تختفي قط عن ساحة التأثير الدولي، والكل يعرف دورها المهم في التنظيم والشؤون الدولية عموماً، ولكنها كانت تواصل التراجع حتى الأزمة الراهنة ولكن بمنطقها وفلسفتها أي التدرج. البريكست أو الأزمة الراهنة ونتائجها الاقتصادية لو استمر البطء والتخبط البريطاني في إدارة صعوبتها قد يكون أكبر معجل لتراجع أسرع. صحيح أن هناك بعض الخلافات حول تقدير حجم خسائر الاقتصاد البريطاني القادمة، ولكن من المؤكد أن الأمور لن تكون سهلة، وحتى لو انتهى هذا الانقسام الداخلي وتم قبول الاستمرار وتأجيل الخروج فإن مزيدا من تآكل الهيبة البريطانية سيكون قد حدث، أما الخروج فبالقطع سيكون مكلفا سياسيا واقتصاديا. في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في نيويورك اعتقل رجل يبلغ من العمر 55 عاما. أما السبب بحسب صحيفة البيان فالتهديد بمهاجمة وقتل النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا. وزارة العدل الأمريكية قالت إن باتريك كارليونا سيواجه في حال إدانته السجن لما يصل إلى 10 سنوات وغرامة 250,000 دولار. وقال الادعاء أن كارليونا تحدث هاتفيا مع أحد مساعدي إلهان يوم 21 مارس وسأله
هل تعمل لصالح الإخوان المسلمين؟ لماذا تعمل لحسابها؟ إنها إرهابية، سأطلق الرصاصة على جمجمتها. وبحسب إفادة من عميل خاص بمكتب التحقيقات الاتحادي، بدا كارلونا غاضبا أثناء المكالمة، لكنه ذكر اسمه وطريقة الاتصال به. أضاف العميل الخاص أن كارلونا قال للمحققين إنه وطني يحب الرئيس ويكره المسلمين المتطرفين. وقد مثل كارلونا أمام المحكمة في جلسة إجرائية، وهو محتجز حاليا لحين عقد جلسة أخرى في 10 إبريل. في المعرض الذي استضافته قاعة المدرسة الملكية للرسم في لندن للرسام البريطاني الراحل سارجيمان، تجد نفسك في فضاء حميم يشع بالألوان ويفيض ببهجة الضوء، لكنك لن تصدق أن من يقف وراء هذا الإبداع يعيش في ظلام مطبق ولا يرى غير العتمة بعد أن فقد بصره، ويعنون موقع البي بي سي. سارجيمان رسام أعمى يعتمد على اللمس والذاكرة لرسم لوحاته. لقد نجح مان في أن يستبدل البصر بالبصيرة ويبدد العتمة التي نزلت على عينيه باستعادة أشكال من أحبهم من ذاكرته وسط مناظر طافحة بالحميمية والألفة العائلية والألوان المبهجة نقلها عبر تلك الحساسية المفرطة للجمال في الطبيعة. لقد زحفت العتمة تدريجيا على عالم مان بعد مرض ألم بعينيه حتى أطبقت عليه كليا، ليفقد بصره نهائيا في السنوات الخمس الأخيرة من عمره. وقد كرس هذا المعرض للوحاته التي رسمها في هذه السنوات فقط، أي في مرحلة العمى التام. وعلى العكس من الظلام الذي يطبق على عيني مان، نرى في لوحات المعرض فيضا من الضوء يشع من نوافذ أو أبواب لينير غرف وفضاءات هندسية محددة تحتشد بشخصيات من عائلته وأصدقائه، رسمهم بحميمية واضحة وسط كرنفال لوني مشع. لقد فقد مان قدرة الإبصار، وليس ثمت كارثة بالنسبة للرسام الأكبر من تلك التي تفقده أداته الرئيسية في رؤية العالم وتمثيله وعكسه في أعماله الفنية، لكنه اختار التحدي وتجاوز محنته بقوة البصيرة ليترك لنا كل هذا الجمال في لوحاته، فضلا عن مناقشته النظرية للتجربة الفنية والأسلوب من موقع لم يتوفر لغيره أبدا، هو موقع الرأي الأعمى. صور منوعة بعضها غريبة نوعا ما نشرتها الديلي تيليغراف، ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. الأحداث من وجهة نظر رسامي الكاريكاتير الذين عبروا بطريقتهم عنها في فقرة رسوم الكاريكاتير اليوم. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فوت الصحافة. في الغد حلقة جديدة، في أمان الله.